أحلى 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 مساء وتحية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة موستر البوسنية. طبعا نحن هذه مدينة موستر مدينة موستر قاسين يخنون الجماعة يبغون يطلع صوتهم في التسجيل. مدينة موستر عاصمة الهرسك، قلنا لكم ترى في جمهوريتين حاليا ما انفصلوا عن بعض، هاي الباقي من الاتحاد اليوغوسلافي السابق، كل الجمهوريات اتحدت ويعني انفصلت واستغلت الا هذه البوسنة والهرسك، يعني جمهورية الهرسك هذه عاصمة موستر بمدينة صغيرة، واللي يميزها الجسر العثماني اللي بنشوفه بعد شوية. هذه المدينة القديمة وشارع التسوق طبعا، بس الحين شوفوا اكثر حديث، اكثر المكان طال التحديث. وحد يسميها مدينة الجسر لأن هذا الجسر يميزها، والناس يجونها عشان يصورون الجسر. هذا كان الجسر عثماني قديم جدا، لكن أيام الحرب القوات الكرواتية هدمته وتم إعادة بنائه سنة 93، تم هدم من قبل القوات الكرواتية وتم إعادة بنائه سنة 2004. نعم 2004 تم إعادة بنائه. لكن يعني هذا الجسر اشتهر في البوسنة والهرسك، اشتهار كبير من شكله المميز. وطبعا اللي بنوه العثمانيين ايام الحكم العثماني الاتراك هم اللي بنوه الجسر الاولي، ولهم الفضل في بناء المساجد في كل مكان. وين تمشي في البوسنة كلها مساجد على طول الدرب، تسمع الاذان وتسمع. ومثل ما شفنا في الدرب انا صورت مطعم مشهور جدا ويقدم الذبايح المشوية، صورته وان شاء الله بحطكم على كلهم في كل ذبيحة كاملة في صيخ وعلى الفحم. هذا اهم مكان في موستر، شوفوا وانتم تمشون مرون على كنائس على مساجد على كل في حاله، تعبد اللي بتعبده وروح مالك شغل بالعالم، بتعبد حصى حجر، بتعبد بحر، بتعبد شمس. مهم نحن نبعد الحين عن البحر الادرياتيكي، عن البحر نبعد تقريبا 25-26 كيلو من موستر. كنت انا في خطه مسيري بتبع طريق ثاني، لكن سبحان الله ما الأراد على واحد من المساجد والثاني قدام، ثاني أكبر عنا. عموما هذه مدينة موستر عاصمة الهرسك. نواصل. موستر تقع 120 كيلومتر جنوب سراييفو وقريبة من البحر، قلت لكم بحر الأدرياتيكي. لهم ميناء صغير، مدينة قلنا أظني 12 كيلو، بس 12 كيلو يطلون على البحر، بس بال 12 كيلو هاي ممكن أنت تسوي ميناء، ممكن يعني ممكن تستورد. المهم أنت لك ما طلع البحر، هذا أهم شيء. البوسنة قصر بيها كانت متحدة مع الجبل الأسود، لكن الجبل الأسود استقل عنها سنة 2006، وحين صربيا بروحة جمهورية والجبل الأسود بروحة جمهورية اللي يسمونه مونتينيغرو بروحة جمهورية ثانية هالشكل. إلا البوسنة والهرسك ما زالوا متحدين، الله لا يفرقهم إن شاء الله، لأن لو تفرقوا يكون البوسنة ما لها منفذ على البحر، لأن المنفذ هذا من حدود الهرسك. هذه المدينة القديمة اللي ما زالت محتفظة بمبانيها، حتى موستر
طالها ضرب النيران. هاي حتى المدينة هاي ما سلمت أيام الحرب. السواح شوفهم يجون يبونهم الباصات من سراييفو عشان زيارة الجسر. شوفهم هاي أكثرهم يجين عشان الجسر. فعلا العثمانيين تركوا بصمة يعني أفتكر لين آلاف السنين ما الناس بيذكرونهم فيها. وهذا حاليا بعد مسجل في اليونسكو من ضمن التراث العالمي. ويا الخبز واللحم ما عليه، لنا موعد مع الغداء إن شاء الله بعد شوي. خلينا هذه المدينة القديمة، مدينة موستار، المدينة القديمة. صورة مقربة، هذا الجسر اللي العالم تي موستر عشانه. هاي طبعا الحين تغير، ترى شكله قبل غير شوي الأولي. التقاطة، سلنا في موستر، الجسر القديم. موستار عاصمة الهرسك، وهذا الجسر، الجسر القديم أو جسر موستار، سمى على ما سميه. هذا هو، والعالم تيبس عشانه. وهذا الجسر التقاطه، موستر، التقاطه فوق الجسر، حاليا فوق الجسر. ومن فوق الجسر نواصل مسيرنا للناحية الثانية. طبعا هذا الجسر يربط الناحية الشرقية بالغربية. واصل موستار، عاصمة الهرسك. التقاطة ثانية، الجسر التقاطة ثاني. شوف المياه لونها كيف فيروزي، أكثر البحيرات في البوسنة يشيلونها. والله يا اخوان اني حاط ريولي بالثلج، ريولي، وشوفوا الجماعه يسبحون. اقول لكم هاي اجسامهم ما ادري رخام. هذا نهر بولا الشهير هنا في البوسنة والهرزك، يعبر بهالمدينه هاي.
بيقفز منه. هذا الهوتيل من الخارج طالع على النهر. هوتيل بريستول. وهذه الغرفة من الداخل. موقف سيارات زائد فطور زائد الغرفة الحلوة هاي ب 55 يورو. يا بلاش يا بلاش. وشوفوا الإطلالة، الإطلالة كم تسوى بس. على النهر. هذه الإطلالة، تيل تشرب شاي هني وأنت مقابل هالمنظر الحلو، وإذا ما عجبك المنظر هذا دور على الصوب الثاني على اليمين. مو ستار ترحب بكم. للجميع. أحلى أحلى شاي للجميع. شاي وبسكوت ونهر نريتي فيها تحتك. شوف النهر. وينك يا أبو فهد؟ وينك تشاركني البسكوت؟ هذا واحد من المطاعم. أنت رايح موستار في طريقك قبل لا توصل موستار من سراييفو. هذا المطعم. الطريق إلى موستار. هذا المطعم. وأنت في طريقك من سراييفو. هذا شعاره، شعاره الوزة البيضاء. اسمه إزدرافا فودا. كان على الشارع مول. هذا اسم المطعم. من سراييفو إلى موستار. يقابلك المطعم. بعض المناظر. بحيرات، جبال. في الطريق إلى موستار من سراييفو العاصمة.